يعني ضد مسألة القوالب الجاهزة، إنه نسقط النموذج غربي على المجتمع العربي، لأنه حتى في الغرب القوانين المتعلقة بالمرأة مش متماهية. يعني بالسويد قانون يتعلق بالمرأة مش زيه بفرنسا، والدليل إنه السويد متقدمة عن فرنسا. فرنسا أقل دولة أوروبية فيها تمثيل نسائي ببرلمانها، بينما الأكثر هو في السويد. لذلك حتى في الغرب نفسه هناك القوانين مختلفة. أنا يعني ائتلفنا وحان الوقت لنختلف قليلا، اختلف معك أميرة لما قلت الإنسان إنسان، بالتالي أنا أعتقد مظبوط، بس اللي تفضلت فيه كلام مثالي. يعني لا يمكن الإنسان وحقوقه في السند والهند كما حقوقه في جنوب أفريقيا أو كينيا أو إلى ما دون ذلك. هناك خصوصيات. اليوم حتى السيارة تصنع لألمانيا بطريقة ما، وللخليج غلف سبيسيفيكيشن تكون. اللي قصدته من دون تشبيه طبعا انه لكل منطقة خصوصيتها، لا يمكن اني اخذ قالب جاهز واضعه. النقطة الاخرى اللي تفضلت فيها لا اختلف معك فيها، نعم الدين اعطى المرأة حقوق، لكن الاشكالية اين؟ في من يمارس الدين. يعني دائما اقول واردد، المسلمون ممارسون للإسلام وليسوا ممثلين عن الإسلام. فهناك الآن علة في من يعني لأقول هكذا أنه رفع هذه الشعارات من منطلق ديني، وبالتالي يذهب ليصرح مثلا على سبيل المثال أنا أقول بأنه كما حدث في مصر، حضارة مصر عاقنة على مدار آلاف السنين، والآن بدأت حضارة مصر ويجب أن نحط الشمعة على تماثيل الفراعنة إلى ما دون ذلك. 7 شركات سياحية ألغت الحجوزات في مصر، هذا مثال سياحي. فما بالكم، يعني أنا ضربته لكي أعطي أين الإشكالية تقع. فالإشكالية نعم ليست في الدين، إشكالية في من ربما جاءوا حاليا ويرفعون هذه الشعارات. فبالتالي كيف سنسمح على سبيل المثال لفتاة ضربها أبوها، يعذبها أبوها، يضطهدها أبوها، أن تذهب إلى مركز شرطة لترفع شكوى؟ حتى العادات لا تسمح بذلك. يعني الناس، المجتمع المحيط سيعيب بنت فلان شكت أبوها، ولكن من حقها أن تشكو أبوها. فإذا تخلصنا من هذه العقدة، هذه الحيثيات الصغيرة، حينها نستطيع أن نضع قوانين. لذلك أنا أختلف قليلاً بالنقطة الأخيرة مع سمية، أن الحقوق لا تفرض، لا تفرض، والقوانين تفرض. حينها إذا المجتمع رضخ لهذا الفرض من الحقوق والقوانين ستكون هناك توعية. لكن إذا كنت متفائلة وستنتظر أن المجتمع تكون عنده التوعية ومن ثم نصل إلى فرض حقوق، فأنا أقول لك ربما بعد 2000 سنة إذا ظلنا عايشين رح نحقق شيء. في مداخلتين. وأنا لا أتفق معك. يعني الخصوصيات بالطبع فما خصوصيات في كل بلاد وفي كل مجتمع وفي كل حضارة، ولكن الخصوصيات ليس من المعقول وليس من ولن نقبل بذلك أن تكون قانونية. لا يوجد خصوصيات قانونية. قانونيا يجب أن، وهو يعني مفهوم القانون، أن الناس الشعب كامل يكون في نفس المستوى. الحاجة الثانية هي الثورات العربية. لا، الثورات العربية والثورة ثورة تونس ومصر كانت ثورة نسائية أيضا. لماذا؟ لأن الثورات العربية هي نستطيع أن نلخصها في ثلاث كلمات: كرامة، حرية، عدالة. كرامة الخبز. وين راح الخبز؟ لا، هذاك شعار. خبز وماء بن عليلة. الثورات العربية الكرامة، كرامتنا التونسيين، وكرامتنا هي كرامة النساء التونسيات. أنا كرامتي هي كرامتي كمرأة. والحاجة الثانية العدالة، نريد العدالة بين الناس، بين الشعب كامل. والحاجة الثالثة وهي حريتنا، وحريتنا مهمة مهمة ولن نتركها. ولماذا أقول أن ذلك أتى مع الثورة؟ لأننا الآن في تونس نقول أن تونس عندها أحسن مجلة للأحوال الشخصية، هذا قانون وقانون عادي، مجلة الأحوال الشخصية. صارت ثورة، وبعد الثورة نريد أن قانون الأحوال الشخصية يكون دستوري،
يعني لا نستطيع أن نرجع على هذا القانون. ومن النهضة إلى اليسار، من اليمين المتطرف إلى اليسار المتطرف، كلنا متفقين أن الأحوال الشخصية ستكون في الدستور. أعتقد أنه نحن لسنا مختلفين في الهدف النهائي، إنما في الآلية واحترام يعني طريقتها يعني تناول وجهات النظر في مدى فعالية يعني كل آلية، هل فرضه كما هو عليه قوالب جاهزة، ردود فعل عكسية، أم النضال من أجل الوصول إليه. لكن بكل أحوال فقط أريد أن أؤكد على أني يعني أنا شخصيا أكيد مع تثبيت ما وصلت إليه من حقوق على الأقل في الفترة الماضية، ولو أن بعضها سمي بأنه هو بعض الهبات من بعض زوجات الرؤساء إلى آخره. هذا كلام بصراحة فارغ جدا، لأنه كان يعتبر يعني ذرة بسيطة من فعل حقوق المرأة. فعلى الأقل يعني أن يتم تثبيت ما وصلت إليه حتى الآن والبناء عليه. سأعيد صياغة السؤال بطريقة لتجمح لنا جميع التصويت عليه. هناك رفض بشكل عام لاستيراد النظام أو التجربة الغربية لتعريف حقوق المرأة. هناك أيضا توجس من متولي الأنظمة الإسلامية أو الحركات الإسلامية في إعادة تعريف دور المرأة في المجتمع وحقوقها حسب ما يرونه وليس حسب ما يعتقد البعض أنه هو الإسلام الأصيل. وهناك حاجة لمشاركة شعبية وحوار وطني لتطوير أو لتحديد ما هي حقوق المرأة في كل دولة، ويكون المشروع وطنيا، يكون المشروع غير خارجي ما يحق له الاستدامة. هل هناك اتفاق على أن النموذج الغربي غير مناسب لاستيراده أو لاستخدامه حتى كممكن كبداية هو يبنى عليه أو مثلا يعد؟ هو لا شك أنه طبعا متطور ومتقدم عنا بكثير، ولكن أرجع وأشدد وهذا ليس مثاليا على الإطلاق، لكل مجتمع خصوصيته. في الغرب تمردوا على سلطة الكنيسة، نحن مش قادرين نتمرد على سلطة خطيب الجمعة. شو بدك تتمرد تتمرد، صح ولا لا؟ صح. يلا اتفق يا دوغ بعد. حبيتش أقول دو الذكون أنك عندك ذقن. لا لا خفيف. لا لا ما لها علاقة. ليس لها علاقة. تختلف. نعم. هالمرة خذناها قفاضة. تم تصنيفي يا جماعة. أميرة. السؤال موجه، يعني ليس هل سنستورد النموذج الغربي. النموذج الغربي ليس نموذج غربي، الغرب يطبقون نموذج إنساني. فهناك نوع من الاتفاق مع إمكانية استيراد أو استخدام النموذج الغربي والبناء عليه وتحديثه وتطويره ومعالجته ومعالجة. أنت قعدتي مع محمد كثير. سمي. لست حتى مع استيراد يعني الملابس الغربية. الموضوع لا، لازم كل مجتمع في سوريا ولذلك تطور أدواتها حتى لو كانت تبدو أنت رأيت إشاعة شيوعية. ما أنت لا يا سورية ولذلك يا سارية جدا أنت قالت لا 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 صنع في سوريا عن الفكرة صنع في دمشق. يبدو أن المثال كان خائبا. دكتورة أنا أقول أن الحقوق عالمية وكل الأديان تضع الحقوق واضحة، التطبيقات هي التي تنتقص من هذه الحقوق. يعني لا توجد قوالب جاهزة، كل يرجع إلى تراثه موجود في الحقوق، لكن يعني هي المسألة يعني تأخذ ما أفضل ما في النموذج الآخر وأفضل ما عندك وتمازج مثل بينهم. ما يقال يمكن باللغة الإنجليزية best practice. best practice احنا نسميها الانتقائية، انك تنتقي نموذج انتقائي، تنتقي افضل ما في النماذج وتأتي به.